جمهور نسمة كارتاج عسلامة الناس الكل دون فورماسيون موزيكال كلاسيك رياض الفهري اوتور كومبوزيتور وعازف عود مي لي بروجي نتاعو تابي روج وقنطرة وغيرهم اما الليلة جايين في كارتاج في سبيكتاكل ايمنا لا تونيزي باش يعمل بينا دورة في لي كات كوان دو موند en compagnie de musiciens internationaux. Toujours fidèle à ses racines, Amazed est très ouvert à d'autres cultures ou musiquettes, mais l'âme. Riyad Al-Fahri m'a t'hassel à la diplôme en musique. Fito nous soufi Italia, عام musicothérapie. Et nous allons vous artiste tous si habitué et t'arrive barcha fi nostalgie. موسيقى الروح والتابع الصوفي برؤية منفتحة على موسيقات العالم كيما الجاز هذا اللي يميز الفنان التونسي ظافر يوسف مواليد طبولبة عام 1967 شانتور كومبوزيتور وعازف عود يبدأ ساكارير عام 1990 يستقر في باريس ويبدأ رحلة التلحين متشبع بحس ورمزيات الصوفية في نفس الوقت متأثر ومنفتح على موسيقات من العالم كيما الجاز أتقن وأقنع زادة في الامبروفيزاسيون وهذا تصور والترجم في مشاريع مع فرقته بابتيزي زغياب عام 1996 يغني وإليكسيل في أغاني كيما الحب الهندي وقلبي على قلبك في شكل نشيد يهديه لأمه وزادة سوبير اترنال تعامل مع فنانين مهمين منهم باولو فريسو أونان سوزا وحسنو وأيتاتش العازفين لتراك اللي قدم معاهم عام 2013 عرض في مهرجان كارتاج لقى حضور وإعجاب جماهيري كبير آخر إنتاجات ألبوم بعنوان Birds Requiem حكينا لكم في نوستالجي على ظافر يوسف اللي كان في مهرجان كارتاج عام 2012 وكانت حفلته ناجحة برشا توا نخليكم مع إيمنا لا تونيزي مع رياض الفهري عاود يجيبونا يعني بالمليارات يمولونا الفنانين التونس نتاعنا محلاهم سي نوتر فيرتي ناسيونال لا شوز اللي معناتها واحد يشدها اللي تونس بخير وعباد كيما هذو يهزوا معناتها راس تونس نحيت غم على روحي سي ان سبيكتاكل مانيفيك وان بلوس رياض نعرفوه تعاملنا معاه في برشا مناسبات وجو حلو برشا جي فواياجي En Méditerranée, mais tout en étant sur ma chaise. Et puis, c'est grandiose, c'est un très beau spectacle. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de grands musiciens. Et je me demande pourquoi il ne fait pas une tournée en Tunisie, toutes les villes et la Méditerranée, parce que la culture, elle est importante. C'est tunisien, le ministère de la Culture, et elle a subventionné les films. Donc, Khdemt Musique du Film, donc... J'ai pensé que tout le monde y sera sur... on partage la scène ensemble ce soir-là.
Et il y a eu les tableaux, danse grecque, danse flamenco, danse orientale. Donc voilà, j'ai vu une large croisière dans la Méditerranée. Inch'Allah, Rabbi wafaqni. سمعنا موسيقى في جوها لوتنتيك أما بتوزيع عالمي. بديت الحفلة بصوت لشانتور دوبيرا حسين الدوس وكملت مع عازفين ممتازين من تونس ومن العالم كيما بيدرو أوستاش لفامو لوتيس اللي عمل برشا جو مع الجمهور التونسي وكان فرحان برشا تواجدوا للمرة الثانية في مسرح كارتاج. احنا نتقابلوا كالعادة مع نسمة كارتاج باي تونيزي تيليكوم في لي سبيكتاكل الجايين. لو 5 اوت عندنا اوسكور نويل سكندراني، لو 7 صبر الرباعي، لو 8 ذا انسيسترز اوف مقام لو بالي شينوا. انتم تابعونا على الباج اوفيسيال وشان يوتيوب نتاعنا تونيزي تيليكوم. وانا ما بقى لي كامش نقول لكم ليلتكم سعيده.